المسار العشبي اندفعت بهذه الصورة جهاد وافراس الأربع سنوات فاكتر في تحدي للخيالة المحلي. الجولة الثانية تكافؤ من 0 حتى 90 في أول ظهور أناتوميك هنا في الميدان السعودي يتقدم إلى الصدارة. هنا السياج لإيجلز فلايت برفقة أوت أوف يوث أيضا في المرتبة الثالثة مع قدوم ومحاولة ملوكي للقدوم للمرتبة الرابعة مع محاولة كذلك كولكوليشن يأتي إلى المرتبة الخامسة هنا الرابعة فيما الصدارة في هذه الأثناء. إيجلز فلايت يتصدر مع السياج مطاردا أوت أوف يوث في المرتبة الثانية. أناتوميك يأتي المرتبة الثالثة وكذلك كولكوليشن يأتي المرتبة الرابعة مع قدوم فاميلي في المرتبة الخامسة وحضور تريفولي أيضا للبحث أيضا مع الخيول المتقدمة. وهنا المجموعة الأولى يتقدم الجواد إيجلز فلايت برفقة أناتوميك وأيضا أناتوميك وكذلك محاولات من قبل تريفولي للقدوم وكذلك محاولات من إيجلز فلايت لا زال ممسكا بالصدارة تحدي بهذه الصورة مع هاوتن أوف يوث وكذلك أناتوميك. هنا التحدي ثلاثي قدوم ومحاولات ملوكي للبحث أيضا في المرتبة الرابعة. عبد الله العوفي استحداث لقدوم فاميلي أيضا للقدوم من الخارج الآن هاوتن أوف يوث. نتابع القادم من الخارج بسم الله عليه. يبدأ الاستحداث للقدوم والاندفاع هنا ملوكي يتصدر ملوكي القدوم والبواقة تأتي. هيسلد يبدأ هيسلوت يبدأ مع أيضا قدوم بسم الله عليه وأيضا الصراع يشتد ملوكي وكذلك إمارات كرانسي. هنا الصراع يشتد مع الغريبان الثنائي إلى خط النهاية إمارات كرانسي مع ملوكي إلى المرتبة الأولى والثانية. الثنائي الغريبان يقدم صوت جميل في تحدي الخيالة هنا أليكسيس مورين والذي قاد إمارة كرانسي لهذا الانتصار السابع في سجله وأيضا